طيب زي ما شفتوا من صورة الفيديو كده، دي أكبر حاجة عملنا لها ريفيو هنا في التشانل، وتقريبا أول مرة أصلا نعمل ريفيو ومراجعة لشاشة، مش أي شاشة بقى، الشاشة الحائزة على جوائز كتير بسبب الديزاين بتاعها، بسبب التقنيات اللي فيها. فرحبوا معايا اللي قصادي اهي، مش عارف اوريها لكم طبعا، كل حاجة بعملها ريفيو ببقى ماسكها، فهنا آخري همسك الريموت بتاعها. فالشاشة قصادي اهي ال LG OLED CX أو C10 2020 ال 4K ال 55 بوصة ال 120 هرتز. دايما ببقى متحمس قوي كده وانا بجرب اي حاجه الا لو كانت الحاجه دي عجباني جدا جدا جدا. فعلا الشاشه دي مش هافور في اي حاجه بقولها، كل اللي بقوله دوت فعلا رايي الشخصي. المهم هديك تعريف سريع كده لتقنيه الاوليد والفرق ما بينها وما بين ال سي دي العاديه. ال سي دي اللي هي بتبقى عباره عن شاشه مكونه من كذا طبقات ومصدر اضاءه ومصدر الوان وفي كذا حاجه، فده بيؤدي لان السمك بتاعها بيبقى اكبر بكتير من الشاشه الاوليد. الاوليد بقى عباره عن بانل فيها بكسلات ذاتيه الاضاءه بتنور نفسها، مش محتاجه مصدر اضاءه وكذا طبقه من اللي بتخلي ال سي دي تخين، وده بيؤدي لاول ميزه من مميزات التلفزيون دوت وهو انه رفيع جدا جدا جدا، يعني انا حرفيا خايف اقطمها وانا بشيلها. فعلا سمك مثلا 3 كرنيهات فعلا قد سمك الشدي 2.9 ملي، وده يعني سمك مرعب. تاني حاجه بتسببها ملايين البكسلات الذاتيه الاضاءه ديت هو انها بتبقى دقيقه جدا في الالوان، توصل لدرجات عاليه قوي في دقه الالوان، وخصوصا زي ما انتم عارفين في اللون الاسود. اللون الاسود عموما في ال LCD بيبقى فيه برضو مصدر اضاءه عشان كده مش بيبقى اسود تام، اما هنا البكسل بيطفي يطفي خالص فبيبقى اسود كحل كده. انا حرفيا منبهر من اي حاجه بتفرج عليها على الشاشه ديت، اي حاجه ببقى حتى شفتها قبل كده واجي اشغلها هنا تاني كاني بشوفها لاول مره او تجربه مختلفه تماما. كومبو الشاشه الاوليد ال 55 بوصه مع ال 4K مع ال 10 بت مع الحواف القليله جدا، وكمان لو بتشغل حاجه بريفريش ريت سريع عشان طبعا 120 هرتز، فتجربة فرجة خرافية. انت بتروح في حتة تانية خالص سينما. كنت تحس ان المواصفات ديت اوفر شوية او مش هستخدمها قوي على اساس ان هو التلفزيون يعني في الاول وفي الاخر، بس لا انا هستخدمها جدا علشان ان شاء الله برضو من عنوان الفيديو على ما اعتقد هكون بستخدمها في البلاي ستيشن 5، لاني بفكر اجيبه وابدا سلسلة بقى ليها علاقة بالجيمنج وكده. وعموما انا لسه دي مجرد فكرة، لو انت عجبك الفكرة ديت وعايز تتعاملي فيها فاعمل لايك على الفيديو دوت، هعرف من عدد اللايكس ان كنت ادوس في الموضوع دوت وفي ناس كتير مهتمة بموضوع الجيمنج. هيبقى بقى جيمنج سيبك من الموبايلات، ده بقى بلاي ستيشن 5 وحصريات وحاجات تبقى قويه جدا، والتلفزيون ده فعلا هيساعدني. فزي ما قلت ال 4K وال 120 هرتز حاجه مش هينفع استغلها تماما غير بالبلاي ستيشن 5 وباستخدام ال HDMI 2.1 اللي مش موجود غير في الشاشه دي بس. اقوى شاشه جيمنج في العالم مع لو انبوت لاج وريسبونس تايم بيوصل ل 1 ملي سكند، ده رقم قليل جدا. وكمان لو انت مش ليك بقى في البلاي ستيشن عندك الجي سينك من انفيديا وفري سينك علشان لو عايز تستخدمها مع البي سي، واللي هو بص هتلعب يعني هتلعب. نرجع بقى للشاشه ثانيه والوانها والمودز او الاوضاع اللي هي بتديها لك، لو انت مش عاجبك لون معين او لوك معين انت عندك الوان كتير ولوكات كتير جدا انت ممكن كمان تظبطها. عندك الوضع العادي وعندك الوضع الفيفيد وعندك الوضع اللي هو توفير الطاقه الايكو، وعندك بقى سينما وجيمنج وفوتبول. فوتبول ده من اكتر الحاجات اللي بتفعل الوان، طبعا انت عايز تشوف الملعب بقى واللعيبه وكده، فوضع فوتبول ده حلو جدا، حتى كنت بستخدمه مع حاجات ثانيه يعني مش المفروض تقريبا. وكمان عندك بقى الاوضاع الباقيه بقى، ووضع المفضل هو وضع الاتش دي ار، ده بقى بعرف اعدل عليه اكتر. يعني مثلا كنت متضايق اول ما جربت التلفزيون دوت من النعومه الزايده او الحاجات اللي هي الريبيتيتيف فريم او الفريمات اللي ايه عماله تتكرر، بيحاول يحاكي الافكت بتاع ال 120 فريم او 60 فريم، بتبقى حلوه جدا في الانمي مثلا او في الكوره في الماتشات بتبقى سريعه كده اهوت، بس مش بتبقى حلوه في الافلام لان الافلام المفروض تتعرض 24 فريم، فهو هنا بيعلي الفريمز فبتحس ان الحركه عماله تتكرر كده ونعم مزيد عن اللزوم. فده اوبشن اصلا انت ينفع تلغيه، اسمه تقريبا ترو موشن او مش فاكر اسمه ايه، ثواني اشوفه. اسمه ترو موشن، هو ده بيحاول ينعم لك الدنيا زيادة عن اللزوم. بس زي ما قلت اصلا الافلام فيها محتاجين الموشن بلور، محتاجين النغوشه ديت علشان تطلع باللوك السينمائي اللي احنا متعودين عليه. في مود هنا كمان اسمه مود فيلم ميكر، ده بيديك الصوره من غير اي تعديلات كانها صوره فلات جدا، عشان انت لو بتعدل مثلا لو انت هتستخدم الشاشه ديت في تعديل الالوان او في المونتاج وكده، ده بيديك كلر بروفايل فلات كده، يعني لو حطيت عليه فاير رو هيطلع بنفس الالوان العاديه جدا. ده طبعا ما ينفعش تستخدمه وانت بتتفرج عادي لان هتلاقيه بهتان جدا. نخش بقى على حاجه ثانيه مزوده التجربه نعومه وسلسه، وهي نظام التشغيل اللي موجود اصلا على التلفزيون. معظم الانظمه اللي جربتها كانت عقيمه كده، وخصوصا الاندرويد اللي هو بيبقى قديم قوي، بيبقوا حاطين اندرويد 4.0
2 اللي هو كيت كات تقريبا، وجربت برضو حاجات تانية متطورة برضو، بس ده عجبني اكتر واحد جربته اسمه ويب او اس، نظام احترافي ومتكامل وسلس جدا، المينيوز والقوائم سهله جدا، عارف تتنقل ما بينها، مفيش اي مشكله، مفيش اي لاج، بيخش ويطلع من اي ابلكيشن بسهوله. الريموت اللي جاي معاه ده بقى ده بوينتر، ده زي ماوس كده انت بتحكم، يعني انا دلوقتي لو عايز اقلب بروح يمين بروح شمال كده اهو، فاهم؟ ده مديني تجربه جديده اول مره اجربها، بدل بقى ما افضل اروح يمين 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 فوق فوق فوق، وكمان لو بكتب حاجه او بعمل سيرش على حاجه هفضل اروح يمين كتير واكتب، فاهم؟ اما هنا لا، انا رايح حرف ام حرف اي حرف تي كده، فاهم؟ الدنيا بتبقى سهله جدا، بس سرعته كانت عاليه جدا، لو يا دوبك بعمل كده بلاقي البوينتر وصل لحد اخر الشاشه، فممكن تقللها عموما سهل. عموما شكله حلو وروش كده، في هنا ويل كده زي بتاعت الماوس بتطلع وتنزل كده اهوت، وفي بقى زراير بلاي وبوز هنا، اكتر زرارين بحتاجهم في حياتي حاطط لهم تحت، سهلين جدا. عندك بقى زراير نتفليكس، عندك لو ايه امازون برايم مش بيستخدمه خالص، شفت شو واحد عليه، وعندك او اس ان برضه مش بيستخدمه خالص، يوتيوب الزرار دوت يفتح مثلا البراوزر، وبتكلم على البراوزر، البراوزر كمان شغال كويس جدا، يعني فعلا تجربه جديده، انا عمري ما كنت متوقع ان انا مثلا هخش اتصفح اي حاجه وادور على اي خبر على التلفزيون. في متجر كامل فيه الابلكيشنز بتاعتك اللي انت عايزها، احمل بقى شاهد وحمل مش عارف سبوتيفاي وحمل حاجات كتير، في كمان العاب، بس الالعاب دي حاجه عبيطه جدا يعني. الريموت ده بقى فيه مايك، والمايك دوت ليه استخدامين، اول استخدام مثلا ممكن تقول له اوبن نتفليكس، اوكي اي ويل جيت نتفليكس اب، سيرش بروجكت باور، هو دخل عليه حرفيا يعني. الاستخدام الثاني هقول لكم عليه. المهم الداشبورد اللي بره بقى القايمه بتاعه التلفزيون الخارجيه خالص دي برده شكلها حلو كده، بتوصلك، بص دي مش هعرف استخدمها قوي او مش هنعرف نتكلم عن مميزاتها علشان معظمها بيبقى اللي هي اي او تي، اللي هي انترنت اوف ثينجز، اللي هو لو انت مثلا عندك غساله بقى من ال جي، تكييف من ال جي، الكلام ده كله ينفع توصلهم كلهم ببعض، ايكو سيستم محترم، بس انا مش عارف استخدمه طبعا. وكل عندك بقى الاتش دي ماي، عندك اربع وصلات اتش دي ماي ووصلتين يو اس بي، وكمان تتحكم في الصوت لو انت مثلا موصله بسبيكر. على فكره السبيكر اللي ورا ديت بقى هكلمكم عليها، دي اصلا تبع ال جي وجايه بتيجي مع التلفزيون دوت، ساوند بار محترم جدا، عايز يطلع من سماعه بلوتوث صغيره مثلا، فانت بتحكم كل حاجه من هنا. عندك اير بلاي لو عشان معاك اي اجهزه من اجهزه ابل، وكمان عندك ابل تي في، وده جاي مع التلفزيون كده، ده اصلا بتشتري له جهاز. ابل تي في عموما مش زي نتفليكس ابلكيشن بتحمله، لا ده خدمه بتنزل على اجهزه ابل بس، وهنا موجوده في اجهزه ال جي. موضوع السكرين سيفر او اللي هو لما انت بتسيب التلفزيون ما بتستخدمش اي حاجه، يشغل لك كده ارت جاليري، معرض صور بفريم، يعني هو التلفزيون ما فيهوش فريم خالص، هو الفريم بتاعه رفيع جدا، فهو بيحط لك فريم وهمي كده كان الصوره محطوطه في برواز ومتعلقه، شكلها مش حلو هنا خالص علشان انا حاطط التلفزيون على ترابيزه، اما لما هعلقه ان شاء الله في المستقبل هيبقى شكلها تحفه تحفه، متعلق كده وبيشتغل بمزيكا بسيطه وما بيسحبش قوي من الطاقه، وبيبقى متعلق كده ومشغل لك صور جميله. لا 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 البتاع دي عجباني جدا، من اكتر الحاجات التافهه اللي عجباني. جزئيه الفريم الفيك اللي هم حاطينه ده، تقدر على المنيو بره تحط قنوات اليوتيوب اللي انت مفضله، طبعا حط القناتين بتوعي بره عشان اخش على الفيديوهات على طول لو عايز اتفرج على اي حاجه او افرج حد على اي حاجه. تقدر تختار فريقك المفضل اي رياضه، ولما يكون في ماتش او في ماتش قريب داخل يديك، يبعت لك تنبيه عشان تروح تتفرج عليه. فسيستم كامل جامد جدا، عجبني جدا، انتويتيف كده وسريع، وزود لي التجربه الممتازه دي بقى بصوت هايل. انا حرفيا بص انا ممكن اشغل لكم ايه، ثواني، انا حرفيا كده على 15، انا معايا لحد 100، ثواني اصبر بس اصبر، انا معايا لحد 100 15، ممكن يكون الاوضه صغيره بس هو صوته عالي جدا. مايك، فاكرين بقى المايك اللي في الريموت، الاستخدام التاني بقى ان المايك دوت بيحس لما تحطه على وضع كده اسمه ساوند اي اي، هو في ذكاء اصطناعي بيعرف الصوت دوت عالي ولا واطي، الدنيا هنا في ايكو ولا مفيش ايكو، فبيحاول يظبط لك الصوت على حسب الانبوت اللي جاي. انا من اكتر الحاجات اللي منبهر بيها في حاجات كده ببقى عارف انا هجرب ايه او هعمل ريفيو لايه او متوقع، اما ده فعلا تجربه جديده انبهار بس. فانا مش شايف الصراحه حاجه علق عليها سلبيه في التلفزيون دوت، يعني بدايه من رفع الشاشه لرفع الحواف لدقه الالوان، صوت كلاريتي والوضوح بتاع الصوره، الفريم ريت العالي والسلس، الماجيك ريموت دوت تحفه جدا، تجربه جديده. ولسه زي ما قلت لما جربه في الجيمنج وفي الالعاب، ال4K ال120 هرتز HDR10، بص اصبر عشان ان شاء الله اكيد في فيديو تاني قريب، وزي ما قلت لكم شجعوني في موضوع الجيمنج دوت علشان ما نمشي عليه عشان ما افضلش اجيب بلاي ستيشن والعب مع نفسي بقى. المهم سعره بقى، نخش على سعره، طبعا كل ده انت معاك تجربه وحيده في العالم، انت ما فيش تلفزيون في نفس الكومبو دوت المواصفات دي كلها، فاكيد السعر عالي شويه. سعر التلفزيون 33,000 جنيه، ولو هتجيب البندل اللي بقول لك عليها هيبقى سعره يوصل ل 38,000 جنيه. طيب التاني صغير بس دلوقتي بنفس سعر البندل اللي هي 38,000، بس بدل معاها الساوند بار
معاه تلفزيون 49 بوصة 4K، فده عرض أحسن بكتير من العرض اللي فات، مش رخيص نهائي طبعا، بس زي ما قلت ده سعر التكنولوجي الجديدة المستخدمة اللي مش هتلاقي غيرها غير في تلفزيونات LG. الأوليد ديت اللي بتوزع حرفيا، يعني تقنية الأوليد من LG بتتوزع لكل الشركات التانية سوني وسامسونج. فبس كده، دي كانت تجربتي في الأسبوع اللي جربت فيه ال LG C10 2020 4K 120 هرتز 55 بوصة. تعبت. بس تعالى نقرا بقى الكومنتات من الفيديو اللي فات اللي لسه نازل النهارده بتاع ارخص موبايلين من شاومي. بص بقى، كنا بنتكلم في اعلى تلفزيون من LG ودلوقتي ارخص موبايلين من شاومي. ننزل بقى الاسعار الطبيعيه بتاعتنا بقى. عاوزين مقارنه ما بين مي باند 4 ومي باند 5. ان شاء الله مي باند 5 نازله مصر قريب، لقيت كده تيزر كده شاومي منزلاه، فالمي باند 5 نازله. اعمل فيديو ازاي اشتري من امريكا عن طريق شوب اند شيب. عملت فيديو عن ازاي تشتري بس باستخدام خدمه ثانيه اسمها ستاكري، في وجهه نظري كانت كويسه جدا، جربتها وما فيهاش رسوم اشتراك على عكس شوب اند شيب. ازيك يا علي؟ ازيك يا 010؟ ازاي اشتري ايفون اس اي بسعره اصلي؟ ما ينفعش، مش تعرف تشتريه بسعره اصلي غير من ابل ستور، لازم تسافر او حد يكون في بلد معينه يجيبه لك. لو سمحت، مي اي 12 هتنزل في ريدمي 9، هتنزل ان شاء الله في معظم موبايلات شاومي. لايون بابي طبل لي، بيقول لي انا هقول لك كلمه واحده بس، افضل مراجع مش في الوطن العربي لا في العالم، انت بالنسبه لي افضل من ام كي بي اتش دي. الله يا حبيبي يا لايون، يعني انت الوحيد اللي شايفني كده اهوت. ونختم الفيديو على كده، يعني شكرا على انكم شفتوا الفيديو، اغلى فيديو تقريبا، ده اغلى حاجه عملنا لها ريفيو في الشانل. وان شاء الله لو عجبكم موضوع التلفزيونات الشاشات ممكن بقى نشوف فئه اقل، ممكن يعني نكلم ال جي نشوفوا مثلا لو عندهم حاجه اقل شويه نعمل لها للفئه الاقتصاديه. وبس كده، اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام.